قلت لكم من قبل ان الشرير راح يقاتل باتمان في فيلم الجاي راح يكون اسمه ديث ستروك، راح يقدم هذه الشخصيه الممثل جون مانجانيليو. لكن اللي استجد امس ان بن افلك قال اسم فيلم باتمان الجديد راح يمثله هو ويخرجه بنفسه، واللي راح يكون اسمه بكل بساطه ذا باتمان. متى راح ينزل؟ الله اعلم. لوك كيج هو واحد من ابطال مارفل الخارقين حاليا، مسلسله يعرض على نتفليكس، واذا طافكم ترى لا طوفونه، جدا ممتاز. لكن السنه الجايه وبالتحديد 17/3/2017 راح ينضم له شخصيه جديده اسمها ايرون فيست، وهو بطل له بالفنون القتاليه. هذا اللي راح تشوفونه ب 2017 مع لوك كيج. تدرون في جزء جديد حق فيلم قراصنه الكاريبي صح؟ راح يكون في جوني ديب، لكن بعد السوالف اللي سواها حتى بالاعلان ما حطوه. الفيلم راح يكون اسمه ديد مان تيل نو تيل، راح ينزل في 2017 وهذا هو اعلانه. By name.